شويه بس. دلوقتي معايا على الهاتف مباشره رئيس جامعه القاهره الدكتور جابر جاد نصار. اهلا بيك دكتور جابر، شكرا للمشاركه معانا في البرنامج، ومفيش شك ان انتم يعني اكيد بتحاولوا تبداوا العام الدراسي بشكل مناسب بالنسبه للطلبه، ولكن اللي حصل النهارده اكيد يعني بيحمل علامات استفهام كتيره حول مستقبل العام الدراسي او الاكاديمي في الجامعات. يا ترى حضرتك تقدر تقول لي ايه في هذا الملف؟ هو اولا كل سنه وانت طيب. انت طيب يا دكتور. والمشاهدين كلهم بخير. شكرا. لا يعني اولا مصير العام الدراسي، العام الدراسي ان شاء الله باذن الله سوف يكتمل وسوف يعني يتم. الظروف النهارده مش زي السنه اللي فاتت، افضل كتير من السنه اللي فاتت. اللي حصل في الحقيقه النهارده انا هتكلم بخصوص جامعه القاهره. احنا طبعا يعني اصبح لدينا منظومه امنيه بتقوم على ثلاث محاور اساسيه. المحور الاول هو ان البوابات بيقوم عليها شركه امن خاصه اللي هي شركه فالكون، بتنظم عمليه الدخول والخروج، ودي عمليه بالغه الاهميه في الحقيقه، لان هي بتمنع اي حد مش من طلبه الجامعه ان هو يدخل الجامعه. الامر الاخر الامن الاداري، وده بيختص بحفظ الامن داخل الحرم الجامعي، وبيتعاون مع الشركه في مساله ضبط ايضا البوابات. المحور الثالث وهو استدعاء قوات الشرطه اذا لزم الامر ذلك، وكان الامر ينذر بانفلات ما يقدرش عليه لا الشركه ولا الامن الاداري. طبعا وسؤالي ليك يا دكتور، معلش بعد اذنك ان انا بقاطعك، عايز بس اكمل. انت قلت الثلاث محاور يا دكتور، وخليني اسالك لان الراي العام بيسالك، مش انا، مش معتز اللي بيسالك. بيقول لك هل نجحت الشركه الخاصه؟ انا هقول لك اهو. خليني دلوقتي اقول لك. احنا النهارده العام الدراسي بدا يوم السبت ويوم الاحد. هذه الجماعه الارهابيه بدات ان هي تحشد لي التظاهر في بعض الجامعات من يوم الحد، من الكلام ده من اسبوعين. كويس. على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك كانت بتحشد لهذه الفعاليه منذ يمكن اسبوعين او ثلاثه. النهارده اللي حصل في جامعه القاهره في الحقيقه بيؤكد نجاح المنظومه الامنيه اللي تمت ازاي. علشان برضو الناس تضع الامور كلها في نصاب. الصور دي جامعة الأزهر مش جامعة القاهرة. ما احنا عارفين وكاتبين، لان احنا عندنا النهارده الملف شامل. يعني ان المشاهد لما يجي يربط الطيب. لا هنا دلوقتي بقت جامعة القاهرة اظن. دلوقتي دول الطلبة العاديين لما كانوا بيخرجوا او بيدخلوا. النهارده احنا اللي عندنا المداخل، عندنا قرار ان لا نسمح بدخول الطلاب الا الذين يحملون البطاقه الجامعيه السنه اللي فاتت بلون مميز، لون وردي. ايوه. الشركه في الحقيقه التي تنظم الدخول على بوابات الجامعه قامت بعمل مهم جدا في تنظيم الدخول الى الجامعه، ووفقا للاطار المحدد، بالإضافة إلى منع أي طالب معه أي مواد زي الملوتوف أو السكاكين أو المطاوي أو الكلام ده كله. ترتب على ذلك في الحقيقة أن في ميعاد الفاعلية المرصود من طلاب هذه الجماعة كانوا مش عارفين يدخلوا، بعض منهم وبعضهم مش طلبة في جامعة القاهرة، تجمعوا في محطة المترو اللي موجودة في شارع السودان، وكانوا في حدود 30 واحد او يزيد او يقل، وبعدين طلعوا فجاه على شارع السودان وضربوا شماريخ على محطه على مدخل على البوابه، الباب الصغير اللي ناحيه مترو اللي بيدخل منه الناس اللي طالعه من المترو. وربما يكون يا دكتور جابر الاحداث دي متوقعه. سؤالي ليك لو سمحت. لا خليك بس معايا. سؤال معلش، خليك معايا يا دكتور جابر بعد اذنك، عشان بس انا يعني محتاج استوضح نقطه قبل ما ننقل للنقطه الثانيه. انا دلوقتي هحرس الشارع.
لا ما يعني انا تحرسش. في الجامعه النهارده، انا في الجامعه النهارده هم ايوه لا ما تحرسش الشارع بس. ايوه ما خلي ما خليك النهارده خلينا اكمل استاذ معتز حصل بس عنف ضد هذه يا الشركه فندم الخاصه يا فندم، لدرجه ان احنا خليني شفنا بنطلوناتهم على الانترنت وحضرتك ده شفت غير الصوره. صحيح ده يا فندم، مش يا دكتور يا معتز بيه يا معتز اتفضل بيه. يا دكتور. ممكن تخليني ارسم لك الصوره وبعد كده نتناقش، يعني علشان تاخد الصوره الذهنيه للي حصل، طب اتفضل وبعد ارسم كده الصوره من وجهه نظرك. طبعا وبعد كده نقول، بعد كده نتناقش فيها. طب اتفضل يا فندم. اللي حصل ان هم لما طلعوا من محطه المترو وما عرفوش يدخلوا، فدخلوا من محطه فضربوا شماريخ على محطه المترو، ودخل جزء منهم لان الباب صغير، والجزء الثاني تسلق السور بتاع الجامعه، نزلوا داخل الجامعه. اللي نزل منهم في المحطه حاول يكسر الاجهزه الموجوده في بوابتين من اللي هم بوابات الاشخاص، تم تفكيكهم، وفي شاشه من جهاز الاكس راي اتكسرت. ده اللي حصل في جامعه القاهره. والجهازين اللي اتفككوا اتثبتوا بعدها على طول. كان الامن الاداري بينتظرهم وحوطهم، لان هم اللي دخل دول ما كانوش طلبه، وكان معاهم الشماريخ وكان معاهم الطبله اللي بيستخدموها. حوطهم الامن الاداري في الحقيقه، وتم الاتصال بالشرطه اللي كانت قريبه من الباب. دخلت الشرطه الجامعه لمده 50 متر بعد البوابه، اول ما شافوها خرجوا من على السور تاني، والكاميرات سجلت هذه المساله. ده كل ما حدث. الفعليه اللي حصلت دي كلها في جامعه القاهره لم تتجاوز ربع ساعه او ثلث ساعه. الطلبه اللي انت شايفهم دول عند البوابه الرئيسيه، لما الطلبه دخلوا من بوابه مترو، احنا قفلنا كل بوابات الجامعه على اساس نمكن الامن الاداري من محاوله يعني تتبع هؤلاء الطلبه اللي دخلوا بهذه الطريقه غير المشروع. طيب الامر في هل